السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. احنا أخيرا وصلنا 11,000 متابع. فحابب أشكر 11,000 محارب ومحاربة قديم وقديمة اشتركوا معانا من سنتين تقريبا ولسه مكملين معانا. وبالنسبة ان احنا وصلنا 11,000، فانا جايب لكم النهاردة هدية ومفاجأة جميلة يا رب تعجبكم ان شاء الله. من فترة كنت بدأت اتكلم معاكم عن مشروع انا بدأت اشتغل عليه والنهاردة هعلن عنه. كان بقالي فترة بتعلم برمجة على منصة جديدة اسمها فلاتر، وكان الاكسرسايز اللي انا شغال عليه هو ابلكيشن للقناة بتاعتنا دي. فلكل مستخدمي الاندرويد هتلاقي في صندوق الوصف تحت لينك، خش عليه هيوديك على جوجل بلاي، هتلاقي الابلكيشن بتاعنا. الابلكيشن بتاعنا بسيط، هو عبارة عن فهرس لكل الفيديوهات اللي موجودة في القناة، وكمان هتلاقي في القائمة الجانبية كل السوشيال ميديا بتاعتنا، وهتلاقي صفحة الفيسبوك اللي ممكن تتواصل معايا عن طريق الرسائل فيها، وكمان هتلاقي طريقة للتواصل معايا مباشرة تليفون. فياريت تنزلوا الابلكيشن وتقولوا لي رايكم فيه ايه، ولو عندكم اي ملاحظات خلونا نتكلم فيها اكتر. عشان ابني الابلكيشن ده هو تقريبا كلفني 30 ساعه مذاكره و20 ساعه شغل. واحد من افضل الكورسات اللي اتعلمت منها موضوع الفلاتر ده هو كورس على يوديمي، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. هو ممتاز جدا وانصح بيه اي حد بيفكر انه يتعلم فلاتر او حتى ان هو يتعلم برمجه الموبايل بصوره عامه. وبمناسبه بقى ان احنا وصلنا 11,000، فانا بفكر ان احنا نعمل لايف او نعمل كيو ان اي. احنا تقريبا ما بنعملش كيو ان اي كتير، بنعمل كيو ان اي كل السنة مرة. قولوا لي في التعليقات لو حابين يكون في لايف، هل مناسب ان احنا مثلا نعمله الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة، او لو هنعمل كيو ان اي قولوا لي في التعليقات اذا كنتوا عايزين كيو ان اي او لايف، وعن الميعاد الانسب بالنسبه لكم. واخيرا وليس اخرا، احنا فتحنا صفحه على باتريون. باتريون هي منصه انت تقدر تدعمنا عن طريقها، بحيث ان احنا نقدر نطور العده بتاعتنا ونعين حد يبقى مسؤول عن موضوع الايديتنج، لان بصراحه موضوع المونتاج والايديتنج هو اكتر حاجه بتستنفذ مني وقت. فلو كان عندي حد يعمل لي ايديتنج الموضوع هيكون بسيط جدا ان احنا ننتج فيديوهات بصوره سريعه. فدول كانوا 3 اعلانات سرع. كلموني اكتر في التعليقات عن موضوع اللايف او موضوع الكيو ان اي، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.